اخواتي اعزائي عزيزتي مشاهدينا الكرام، المهم كما كتشوفوا حنا دابا مباشره حدا المدرسه الفرعيه ديال تيغمار اللي كيقراو فيها هاد الناس، هاد التلاميذ اللي منقطعين على الدراسه بسبب غياب الامن وبسبب عدم معاقبه الناس اللي تعدوا على والديهم وهرسوا لهم البيوت ديالهم بالحجاره. راه يمكن لكم تشوفوا دابا المدرسه ها والو كاينين ها الطيور والحجور، الحجر والطيور اللي كاينين هنا والو لا حس للتلاميذ. هذوك الناس مساكن راه كيضربوا 3 كيلومتر باش يجيو على هذه الطريق، هذه هاد البلاصه يعني راه بعيد اكثر كاع، يمكن غتكون اكثر من 3 كيلومتر على ما اظن، اكثر من 3 كيلومتر الدوار ما كيبانش عليه بعيد. اذا عاد الناس سيدي راه غيبوا البارح بسبب غياب الامن، لان هذوك الرحال مشاو هرسوا على والديهم البيبان، هادو دابا تضامنوا معاهم هاد الناس ديال هاد الدوار حتى هما التلاميذ تضامنوا، المطالب ديالهم هو هاد الناس اللي كيتعداو على عباد الله يمشوا فحالهم الاراضي ديالهم. ثاني حاجه هادوك الناس اللي هرسوا البيبان وتهجموا على دوار على قدو يتعاقبوا، الناس اللي مسؤولين يجيبوا دوك الناس يقدموهم للمحاكمه باش يحسوا الناس بالامن وللعلم.